تارك حرب شباب معكم شركيال شركة كيال شركة فيديو جديد. أول شيء كل عام وأنتم بخير جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ينعاد عليكم وعلى أهلكم بالصحة والسلامة يا رب. بهذا الفيديو اليوم يا شباب حابب أعرض لكم خدمة موجودة على البلاي ستيشن 4 جديد، أظن رح تهم عدد جدا كبير منكم، اللي هي خدمة EA Access. قبل أشرح شو هي الخدمة، هذا الفيديو عليه giveaway لخمس أو ست أكواد تقريبا لخدمة EA Access لمدة شهر. فإذا تبي تفوز بخدمة EA Access لمدة شهر على البلاي ستيشن، ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق تحت في حسابك على الانستغرام وتويتر عشان اتواصل معاك وارسل لك الكود. طيب شو هي خدمة EA Access؟ خلينا نقول انت بتشتري لعبة باتلفيلد، انت بتشتري لعبة باتلفيلد الاخيرة، بس اصحابك قالوا لك لا باتلفيلد اللي قبل احلى، ناس قالوا لك باتلفيلد 4 احلى، واحد تاني يقول لك يا شيخ لعبة تايتن فول احلى منهم كلهم، واحد يقول لك تعال خلينا نلعب نشتري لعبة فيفا 19، واحد يبي يلعب لعبة سيارات. في العاب كتير تبي تشتريها، لو مثلا تبي تشتري لعبة فيفا ونيد فور سبيد وباتلفيلد الاخيرة وباتلفيلد 4، لو تجمعهم مع بعض راح يطلع السعر $200 تقريبا ولا $150 مع الخصومات، مع هيك تقريبا خمس العاب. خلينا نقول خدمة EA Access تعطيك 35 لعبة لإي اي، الالعاب كلها اللي ذكرتها موجودة، فيفا 19، باتلفيلد 1، باتلفيلد 5، تاكن فول 2، 35 لعبة لإي اي اللي نزلوا على البلاي ستيشن 4 كلها إلك مقابل اشتراك سنوي بقيمة $30، يعني بنصف سعر البلاي ستيشن بلس، شيء جدا خرافي، يعني أقل من سعر لعبة واحدة. حاليا فوت على البلاي ستيشن ستور، خلينا بدك تشتري مثلا لعبة باتلفيلد 5، راح تلاقي سعرها على ما أظن $60 أو $40 إذا في خصم. خدمة EA Access ب $30 فقط اللي هو ما يقارب 110 تقريبا 110 درهم أو ريال سعودي، وراح تاخذ جميع ألعاب EA بالكامل. ملاحظة، هي الخدمة خدمة اشتراك، فتشترك فيها تجيك الألعاب كلها لمدة سنة، بعد سنة راح يتقفلوا الألعاب عندك، إذا تبي تشترك ترجع تدفع $30 ويفتحوا لك الألعاب كلها. فأنا شايفها صراحة شيء خرافي، لأنه أنا بالنسبة إلي اشتري لعبة العب اللعبة ماكسيموم سنة وبعدين خلاص اسحب عليها، فهون راح اشتري 35 لعبة وعندي سنة كاملة العبهم، وبعد سنة فينك تجدد الاشتراك تبعك او في اشتراك شهري اللي هو $5 او $4.99 بالشهر وتفتح لك جميع العاب اي اي. ملاحظة مهمة قبل لا تشتركوا بالخدمة لازم تعرفوها، اذا في لعبة جديدة نزلت خلينا نقول فيفا 2020 ما تجيك على الخدمة، تجي على الخدمة بعد 4 أو 5 شهور تقريبا، يعني الخدمة تعطيك كل الالعاب اللي نزلت لاي اي. يعني اخر لعبة موجودة حاليا فيفا 2019، لعبة أنثم مو موجودة حاليا بس حاطين لها بالخيار الأول إنه هي اللعبة القادمة، يعني شهر شهرين راح تلاقي لعبة أنثم إجت ببلاش على EA Access. في شيء حلو بالخدمة اللي هو إنه يمديك تلعب أي لعبة راح تنزل لإي إي قبل بأسبوع من النزول، يعني مثلا أنت بتشتري فيفا 2020 وعندك خدمة EA Access، لو اشتريت اللعبة راح تنفتح عندك اللعبة قبل بأسبوع من جميع الناس إذا أنت عندك هالخدمة. فحاليا راح خليكم مع مقتطفات من بث مباشر سويتها أمس، كنت قاعد أجرب في الخدمة ولعبت الألعاب الموجودة على الخدمة، لعبت لعبة Unrivaled 2 رح تشوفوها حاليا لعبة خرافية، ولعبنا Battlefield 5. فيلا خليكم مع الفيديو. أكو هذا اللايت في ستوري وانت تمشي تعرف شو، يعني اللعبة عبارة عن لعبة يلعبها شخصين موجودة على خدمة EA Access والغاز، شخصين يلعبوها مع بعض، تلعب انت واخوك انت وصاحبك، هاي احد الألعاب بالموجودة وكلها الغاز واشياء لازم نعديها. ايوه شغله، بس اذا بدك تلعبها مع صاحبك اونلاين لازم شير بلاي. ما يمديك تلعبها اونلاين مع صاحبك، لازم قاعدين مع بعض او عن طريق الشير بلاي. اوكي بدنا نعدي كلوز اوبجكتيف مثلث. يا الله شو اللي صار؟ انت ركبتني. صرت معك؟ ايه. طب كيف اطلع منك؟ مثلث يمكن. اوكي حلو 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 حلو. نط. ان شاء الله اليوم راح نعدي كثير. فينا نموت ولا ما في موت؟ في موت بس يعني استنى ادفش لك اياها عشان اطلع مثل شايف شباب اللعبه كلها هيك. طب انت كيف تطلع؟ اوكي كيف من شوي كسرتها؟ شو انت فوقي حاليا صح؟ انت اللي سويت الحركة ولا الضوء لحاله؟ الضوء لحاله. اوكي. بس نتجمع نحن ببعض هيك بصير. طب هاي انا ليش ما فيني اطلع؟ هلاك بس R2 L2 ايوه اتسلق. الله رمالي الخيط يعني على اساس حاليا. نذكر انا الاحمر ورغيد الازرق. ما فيني اعدي. تمسك فيني قلتو. خلاص اوكي كيف
اتمسك فيك ال2 ال2 تطلع نايس اسوي سوينج ونط على هاي حلو طيب او لا 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 استنى ايوه خليك مكانك اب انا بسوي هيك يمين يسار لو كنت فيني نط عليها عادي يلا دوري هلا سوينج هلا وطرزانه هوب هوب اوكي يلا دورك اوكي هلا دوري فيني اطلع لحان وهلا انت فيني ايوه هلا التوت اطلع لي اسحب حالك يا ولد هذا الشبك فيك تتسلق حلو اوكي اكبس مربع بيوم الطايطة نايس اوكي اوكي انا علقت لازم قلتوا قلتوا طفيت الحبال تبعوتي حلو 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 عليك يا والله ذكر غيد ها لا انا ساعدها قوه الصداقه نعم راح يصير نايس طب هي مو مستغربه ان في خيوط قاعدين في غرفتها احنا في دايمنشن ثاني ايوه هاي ليش مع اساس بس دارتين بعدين التول الناس حطوا طبعا موسيقات اللعبه رهيبه كل هالحزن انا بدي غير شخصيتي فينا ايوه اللون انا حخليه عفوا غير الوان اخلي لوني لا ازرق 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 فاتح ازرق حلو ندوس بالعكس طبعا نط هذا زيد كثير عشان تكون قوه عشان تكون قوه نط نط يلا يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ايوه مستمتع مره اوكي استنى هيك قدم روح على الايش اقفز وتوكل على الله ايوه يلا روح خلاص اسحب حالي وخلاص اتعب حالي ليش شباب اقعد اكثر لازم انا اسويها بالنص وانت تنط اصبر اصبر جهز حالك نط اوكي جهز حالك اوكي الان ما مش راضي الحين الحين يلا نط اوكي اوكي استنى تحريات حذاء ترى بس اطلع عادي والله تحريات حذاء اطلع بشار بشار جيمس بوند تايم تننا 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 في ال تننا وانا خليتك تلعب لحالك وما تننا لك لك خرافي بوس فايت والله بدي ياكلنا طلع بوس فايت هاي يمشي 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 هاي والله اسويك ديك مشوية معفن هاي خلاص خلاص طلع علينا شلف لفوق امشي 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 هاي خلصنا منه صح الله هوبس اند شو يا زلمه هوبس اند شو اوكي اوكي ستوب
طلعها مسك مسك الوقت وعم يستنى. واه حبيبي نص ورانا. واه كيف بس الرياكشن يا ابن 30 ثانية 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 كم 11 كيلو كل زي كم بقى الوقت؟ 6 دقايق. اوكي بتعطيني خلنا نشوف كم كم 20 9 انا تسعة. زاد عنك كلين يعني الحين بدخل جيم جاي معي دقيقة اللي بقتل فيها. اوكي دقيقة و20 ثانية كان صح؟ اوكي دقيقة وعشرين ثانية مجرد نبدأ الجيم الجاي. ترى ظلم والله في حد شو اسمه يا يلا 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 كم باقي جبت التعادل واجيب الفوز. لا 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 فريكل فريكل خلاص 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 ايوه